عودة إلى القتال من جديد، عودة للقتال من أجل الألقاب، عودة للإثارة لقمة كانت إحدى أبرز قمم الموسم الماضي. في ملحمة سوف تكون الافتتاح للموسم الرياضي الجديد بين بطل الدوري الأهلي ووصيفه الهلال. في عاصمة الضباب لندن يلتقي الأهلي خصمه الهلال. وصل الأهلي إلى سوبر لندن بعد فوزه بالدوري، وضمن الهلال مقعدا له في نهائي السوبر بعد فوز الأهلي بكأس الملك للأبطال. قمة كبرى من جديد تجمع فريقين صنعا الإثارة في الموسم الماضي من خلال منافستهما على بطولة الدوري، وسجل أنفسهما أبطالا للموسم الرياضي المصري. من خلال هذه المباراة يسعى الأهلي لتحقيق الثلاثية، بينما يسعى الهلال إلى ضم بطولة السوبر إلى كأس الملك. أبطالنا اللاعبين، كما عودتمونا أن تكونوا رجالا في الأوقات الصعبة، كونوا كذلك. نتمنى أن يحالف الحظ مبدع الفن ويستمر في سطوته وتحقيقه للبطولات كما كان في ماضيه وكما سيكون في حاضره ومستقبله بمشيئة الله.